السلام عليكم إخواني التلاميذ، السلام عليكم أخواتي التلميذات. كنرحب بكم مجددا في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه إن شاء الله تعالى مجموعة من الحجج اللي غتكون إن شاء الله تعالى صالحة لجميع المواضيع اللي ممكن تحط لكم في لابرودكسيون إكريت في الامتحان الجهوي. كنبه فقط أن هاد لا فيديو درتو بطلب من مجموعة من الأصدقاء والزملاء اللي رسلوني على الخاص وطلبوا مني انني ندير هاد لا فيديو باش نخدموا هاد الحجج اللي ممكن تكون صالحه لجميع المواضيع. هنا فقط بغيت ننبه لمجموعه من الاساسيه بغيت نذكر بها وبغيت نقول بانها مهمه جدا وكنتمنى انكم ما تغفلوهاش. سيل فو بلي ما تغفلوش مساله لا بون بريزونطاسيون دو لا كوبي، التقديم الجميل للورقه ديالكم في الامتحان. دائما ملي كنبغي نبدا نكتب اون انتروديكسيون مثلا دائما كنخلي واحد لا لينيا، الكتابه ديالي خصها تكون كتابه واضحه بحيث ان داك المصحح غادي يقراها بشكل جلي جدا. ما تنساوش عفاكم علامات الترقيم، ما تنساوش تخليو مسافه ما بين المقدمه والعرض ثم مسافه ما بين العرض والخاتمه، لان تلك الاشياء هي مهمه جدا واكيد انها كتاثر على النقطه. كما كتعرفوا فيما يتعلق بلا برودكسيون اكريت كطرح واحد المشكل كبير المجموعة من التلاميذ. بالنسبة للمقدمة والخاتمة الحل الحمد لله راه كاين. الحل بسيط جدا، هو انني كتكون عندي اون ماكيت بمعنى واحد ليكزومبلير اللي كيكون صالح للجميع المواضيع تقريبا. يكفي فقط انني نكيف هذاك الماكيت مع هذاك الموضوع وهني خرجت من باب واسع. نفس الشيء بالنسبة للكونكلوزيون ما كطرحش مشكل، لكن اللي كيطرح مشكل والحمد لله ما غاديش يبقى مشكل بعد ما غتشوفوا هذا الفيديو هو المساله ديال العرض، يعني كيفاش غادي ندبر على هذوك الحجج اللي غادي نستخدمهم في الموضوع ديالي. هنا فقط كنذكر بواحد المساله، هو ان لا برودكسيون اكريت السر الوحيد ديالها والعلاج الوحيد ديالها هو لونترينمون، هو التدريب. قداش ما تدربتي على بزاف ديال المواضيع قداش ما كتحس عندك القدره باش انك تكتب بشكل جيد وبشكل ممتاز في الامتحان الجهوي. زائد ان لا برودكسيون اكريت هي كيكون عندك واحد الباجاج، كيكون عندك مجموعه من الكلمات، مجموعه من يعني لي ستريكتور، مجموعه من يعني تعابير لغويه وتعابير تركيبيه الى غير ذلك، وكتحاول انك تكيفها مع الموضوع اللي عندك. مثلا ممكن نشبهوا هذاك الفوكابولير اللي عندك ودوك لي ستريكتور سانتاكسيك اكسيتيرا بحال واحد الخيط، وهذاك الخيط ممكن دير منه انت اشنو بغيتي، تقدر دير به مربع، تقدر دير به مثلث، تقدر تبدع ودير به واحد الشكل جميل كذلك. نفس الشيء بالنسبه لابرودكسيون اكريت، هذاك الباجاج اللي عندك هو قادر باش انه يوصلك باش انك تكتب اون بون برودكسيون اكريت، فقط يكفي انك تدرب على مجموعه من المواضيع ويكفي انك هذاك الخيط تصنع منه داك الشيء اللي بغيت انت. بلا ما نطول عليكم غادي نمشيو مباشره لهذيك الحجج اللي غتكون صالحه لجميع المواضيع، وانا قسمتها على حسب لي دومين، على حسب المجالات، لان اي موضوع تحط لك عزيزي التلميذ، اي موضوع تحط لك عزيزتي التلميذه في نهار الامتحان وبغيت تفكر فيه حاول شوف لي دومين. قول مثلا هذا الموضوع، مثلا هذا الموضوع ديال العائله، اشنو كيقول الدين في العائله، اشنو كيقول علم النفس في العائله، اشنو كيقول المجتمع في العائله، اشنو كتقول الثقافه، اشنو كيقول الاقتصاد الى غير ذلك. قداش ما كتنوع هذيك الرؤى قداش ما كيكثروا عندك الحجج وكتكثر عندك الادله وكيحضروا الافكار اللي غادي تكتب بهم في الامتحان. نبداو بالمجال الاول اللي اقترحت عليكم هو لا غوليجيو. لا غوليجيو هو الدين، يعني كما كتعرفوا ان الدين دائما عنده وجهات نظر تجاه جميع القضايا الانسانيه. نبداو بالمثال الاول اللي نقدروا نديروه في بوغ، يعني شي حاجه اللي احنا متفقين معها. بالنسبه للبوغ انا كنقترح لكم هذا النموذج اللي تقدروا ديروه في اي موضوع، وطبعا على حسب لو تيم اللي خدامين عليه. تو ساكورد وبيان tous s'accordent pour dire que la religion de l'islam lutte pour la sincérité, la collaboration, l'amour, etc. Cela est tout à fait lisible dans le Coran et la Sunna. الكل يتفق على ان الدين الاسلامي يدافع عن الصدق. اعطاني مثلا واحد لا برودكسيون كريت نكتب على قول الحقيقه غنقول له ودي الصدق. لا كولابوراسيون التعاون، لامور يعني الحب او المحبه الى غير ذلك من المواضيع.
tout à fait, cela est tout à fait lisible. وهذا مقروء جدا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. يعني أي موضوع تحط لك في الامتحان ممكن تخدم هذا الارغيمون، لأن الدين عنده وجهة نظر تجاه جميع القضايا. اللي عطاوك أي موضوع ضروري تقدر، لابد أن تقحم الدين في ذلك الموضوع. بالنسبة للارغيمون لي كونتر، غنقولو سانز اوكان دوت، دون أدنى شك، لا ريليجيون دو الإسلام لوت كونتر، هذه المرة أن الإسلام يتعارض مع لا فيولونس، العنف، لا هين، الحقد أو الكره، لا سوبرستيتيسيون، الشعوذة، لينيورونس، الجهل إلى غير ذلك. نمشيو للمجال، المجال الثاني، وهو مجال لا سوسيتي، المجتمع. حيت كنهضروا على المجتمع، هو كل ما يتعلق بالفرد داخل الجماعة التي ينتمي إليها. بالنسبة لارغيمون لي بور، كنقترح هذا لارغيمون، سو فيت ا ان امباكت بوزيتيف سور لانديفيدي دو لا سوسيتي، ان هذاك الفعل له اثر ايجابي على الفرد والمجتمع. شكون هي الاشياء اللي عندها اثر ايجابي على الفرد والمجتمع؟ التعاون، الاخاء، الاخوة، قول الحقيقة، الى غير ذلك من المواضيع اللي عندها علاقة مع لي تخواز اوفغاج اللي عندكم في البروغرام واللي ممكن تستخدموها في الامتحان الجهوي. النموذج الثاني ديال لارغيمون اللي اقترحته اللي عنده علاقه مع لو سوسيتي بور، سو فيت بارتيسيب ا غاردي لارموني انتر لي ديفيرون انديفيدو او سان دو لا سوسيتي، ان هذاك الحدث يساهم في المحافظه على الانسجام بين الافراد داخل المجتمع. بالنسبه لارغيمون لي كونتر، سو فينومين ان امباكت تري نيفاست، في الاول قلنا انه عنده، ان هذا الفعل عنده اثر ايجابي، غنقولوا ان هذا الفعل عنده واحد الاثر وخيم واثر سلبي جدا على الفرد والمجتمع. من ذلك مثلا الكذب، من ذلك مثلا العنف، الصراع، الى غير ذلك من المواضيع. النموذج الثاني، سو فينومين بو ديتروير لارموني انتر لي انديفيدو او سان دو لا سوسيتي، هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تدمير ذلك الانسجام القائم بين الأفراد داخل المجتمع. يعني هذا النموذج الثاني. نمشي للمجال الثالث، وهو لابسيكولوجي. وحتى نقول لابسيكولوجي أقصد علم النفس، يعني الفرد وداخل الفرد، يعني كل ما له علاقة ربما مع سعادة الإنسان، حزن الإنسان، كل ما له علاقة مع يعني راحة الإنسان، طمأنينة الإنسان، الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الإنسان إلى غير ذلك. بالنسبة لزارغيمون لي بور، نقول مثلا سو فيت ا دي بون انفلونس سور لا بسيكولوجي دو لتر، هذا الحدث عنده تأثيرات جيدة وجميلة جدا على نفسية الإنسان، من بين ذلك مثلا التعاون، فعل الخير، الأخوة، لا فاترنيتي، لا فامي، وجود العائلة كذلك يريح الإنسان، إلى غير ذلك من المواضيع. بالنسبة لارغيمون لي كونتر، نقول مثلا سو فينومين بو انتريني ا دي بروبليم بسيشيك تري دونجوروز كوم لا ديبرسيون اي لا بور، هذا الفعل أو هذه الظاهرة يعني تقدر تؤدي بنا لمجموعة من المشاكل النفسية الخطيرة، مثلا بحال لا ديبرسيون، الكآبة والخوف. سو كي بو كوندوير دون سيغتان كا او سويسيد، اللي يقدر يؤدي في بعض الحالات الى الانتحار او ظاهرة الانتحار. يعني هذيك السوفينومي تقدروا تبدلوها على حساب الموضوع اللي نتوما خدامين عليه. المجال الرابع ومجال مهم جدا هو ليتيك. حيت كنقول ليتيك اقصد الاخلاق، يعني ما يتناسب وما يتماشى مع الاخلاق الانسانيه والى غير ذلك. بالنسبه للحجج اللي تمشي مع كونت، غنقولوا ايتيكمون بارلون سات اكت اي توت افي كونتر لي برينسيپ هومان اي لي بون كومبورتمون، غنقولوا بان هذا الفعل هو يتنافى مع القيم الانسانيه ومع السلوكات المتزنه والصحيحه والجيده. او غادي نقولوا العكس بالنسبه للبور، نقولوا سفيت ايتان في ايتيك بار اكسيلونس، ان هذا الفعل هو فعل انساني بامتياز، بحيث انه ينتمي الى السلوكات الجيده والقيم الانسانيه الرفيعه. وكذلك ممكن تفكروا في مجالات اخرى على حسب طبيعه الموضوع، تقدروا تفكروا مثلا في لاكلتور، في الثقافه، تقدروا تفكروا في الاقتصاد، تقدروا تفكروا في الدروا، يعني في الحقوق، فيما يتعلق شنو كتقول قوانين الدول، فيما يتعلق مجموعه من الظواهر، الى غير ذلك من المواضيع.
في الأخير قدمت عليكم كنقدم لكم مجموعة من الحجج يعني عامة مختلفات. مثلا بالنسبة للكونتر تقدروا تخدموا هذا الموضوع en tant que pays en développement nous devons éviter ce type de comportement باعتبارنا واحد الدولة اللي في طور التقدم يجب علينا أن نتجنب هذا النوع من السلوكات أو هذا النوع من الأفعال أو هذا النوع من الظواهر، يعني كل ما هو سلبي وينتمي إلى خانة ما هو سلبي. Il est évident que ce fait ne conduit qu'au conflit, qu'à la misère, etc. من الواضح أن هذا الفعل لا يؤدي بنا إلا إلى الصراع، إلى البؤس، إلى الفقر، إلى غير ذلك من الأشياء التي تشوفوا أنتم واش كتسب مع الموضوع اللي خدامين فيه. بالنسبة للبوغ غتقولوا مثلا personne ne peut nier que cet acte est très bénéfique. زعما هذا الفعل هو واحد الفعل اللي هو مفيد جدا. أصدقائي التلاميذ، أخواتي التلميذات، كنشكركم جزيلا على حسن المتابعة. في الأخير طبعا كنقدم لكم الجيميل اللي ممكن ترسلوني به إذا احتاجتوا أي حاجة نقدر ننفعكم فيها، كان عندكم استفسار، كان عندكم إشكال، دونك أنا راه الإشارة دائما وأبدا. وكنتمنى لكم التوفيق، التوفيق للجميع إن شاء الله تعالى. وفقط كطلب كنتمنى أنكم تابوناو معايا في هاد لاشين ديال يوتيوب وتهلاو في البارتاج، بارتاجيو هاد الفيديو مع الأصدقاء والزملاء ديالكم وجميع الناس اللي معنيين بالامتحان الجهوي اللي كيتعم الإفادة إن شاء الله تعالى، وعلاش لنا ما نجحوش إن شاء الله كاملين ونجيبوا نقاط جيدة بإذن الله تعالى. وكنتمنى لكم التوفيق، تبارك الله عليكم.